أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شائعات وحقائق. في فقرتنا الحوارية النهاردة هنتناول واحد من إنجازات الدولة المصرية اللي بتشهد عمليات تنموية ومشروعات متعددة، وهي مدينة العالمين الجديدة. وهنستعرض مع ضيفي الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهم مميزات هذا المشروع، وكمان هنستعرض معاه العائد الاقتصادي والتنموي الكبير اللي هيوفره لمصر. لكن كالعادة قبل ما نبدأ الفقرة الحوارية، خلينا نستعرض مع حضراتكم أهم الشائعات اللي تم تداولها الفترة اللي فاتت، وكمان هنستعرض مع حضراتكم الردود الرسمية على هذه الشائعات. خلينا نبدأ بالصحة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة عن طرح الهيئة العامة للتأمين الصحي أدوية مخشوشة لعلاج الأورام السرطانية ليتم تحضيرها في ورش منزلية. طبعا وزارة الصحة والسكان من دورها نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت عدم طرح التأمين الصحي أي أدوية مخشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وكمان قالت في تقريرها أن جميع الأدوية المتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية. وشددت وزارة الصحة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن هو عبارة عن شائعات بتستهدف إثارة الغلق والذعر بين المواطنين. كمان وزارة الصحة في نفيها على هذه الشائعة أضافت أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لابد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية في مصر والجهات المعنية الحكومية الرقابية، وبيتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها قبل تسجيلها وثبوت أمانتها. أما الأدوية المستوردة من الخارج فبتكون حاصلة على تفتيش هيئة الغذاء والدواء العالمي، وشددت كمان على أنه في حال ثبوت أي تجاوزات أو غش بالأدوية بتقوم الإدارة المركزية للصيدلية التابعة للوزارة بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية. طيب خلينا ننتقل مع حضراتكم إلى شائعة أخرى. البعض بيقول أنها شائعة طريفة بعض الشيء، حيث تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. بالطبع محافظة القاهرة نفت تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد من السكان وبيعها للمستثمرين الأجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. كمان شددت على اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية في المنطقة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن هو عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة بتهدف فقط إلى إثارة غضب الرأي العام. ونبقى في محافظة القاهرة، حيث ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استثناء المحافظة، ونقصد محافظة القاهرة، من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. محافظة القاهرة بالطبع نفت تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لا صحة لما تم تداوله حول استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وشددت على أن المحافظة بدأت بالفعل في تلقي طلبات تراخيص وحدات المباني المخالفة بكافة أحيائها، وأنه لم يتم استثناء أي منطقة بالمحافظة من تطبيق قانون التصالح. وأيضا أكدت أن كل ما يتردد في هذا الشأن هو عبارة عن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين. كمان أشارت المحافظة إلى أنه بعد الانتهاء من جمع طلبات المباني المخالفة بتبدأ الآن اللجان في النزول إلى أرض الواقع للتأكد من مطابقة المباني للشروط الموضحة في القانون ومن سلامتها الإنشائية، كما منحت الدولة مهلة لأصحاب العقارات المخالفة حتى يناير عام 2020 لتقنين أوضاعهم. شائعة أخرى أيضا استهدفت إثارة البلبلة بين المواطنين، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جانبها طبعا نفت تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لاستخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوي البطاطس بتتم بطريقة سليمة وآمنة تماما وفقا للمعايير العالمية المعتمدة،
وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن هو عبارة عن شائعات فقط بتستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين. وإلى شائعة أخرى أيضا استهدفت إثارة خوف المواطنين، حيث انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صور لجفاف المياه في بعض الترع والمصارف في مصر، مما يهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية. من جانبها نفت وزارة الموارد المائية والري تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات. وأشارت إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، وأن كل ما يثار حول هذا الموضوع هو عبارة عن شائعات بتستهدف فقط إثارة البلبلة وغضب المواطنين. طبعا دي كانت أهم الشائعات اللي تم تداولها الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على بعض المواقع الإلكترونية، وكانت هذه هي أيضا الردود الرسمية التي أتت من مجلس الوزراء على هذه الشائعات. طيب، من الشائعات خلينا ننتقل لبعض الأخبار أيضا المهمة لهذا اليوم، حيث اكتملت الاستعدادات للتوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان المقرر غدا السبت في وقت بيأمل فيه السودانيون أن يفتح الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم. هذا واتخذت السلطات في السودان إجراءات أمنية مشددة لاستقبال المشاركين في حفل التوقيع على الإعلان. كان المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير توصلا في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق بالأحرف الأولى بشأن الإعلان الدستوري الذي سيحدد آليات الحكم في المرحلة الانتقالية. وسيحضر الحفل عدد من رؤساء دول وممثلين على المنظمات الدولية ورؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدني. وسيحمل حفل التوقيع اسم فرح السودان، ويعتبر المتظاهرون وممثلوهم السياسيين الاتفاق انتصار للثورة وهدفها، وبيرى قادة الجيش أنهم بذلك جنبوا البلاد حربا أهلية. أيضا من أهم الأخبار التي تم تداولها النهاردة وهو خبر يتعلق بتونس، حيث تعهد المرشح الرئاسي في تونس عبد الكريم الزبيدي بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي ضربت البلاد عام 2013 فور فوزه في الانتخابات المقرر تنظيمها يوم 15 سبتمبر المقبل. الزبيدي أيضا في بيان صحفي لي النهاردة الجمعة قدم جملة من تعهداته حال فوزه بالرئاسة، منها على سبيل المثال تقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية، وأيضا مراجعة الموازنة بين احترام الديمقراطية والحريات وضمان وحدة مؤسسات الدولة وفعالياتها بحد زمني أقصى 25 يوليو 2020. أيضا تعهد بإعادة فتح سفارة تونس في دمشق بكامل طاقمها بحد أقصى زمني لا يتجاوز 20 مارس 2020، وأيضا رجح في ذلك المصالح العليا للدولة التونسية والشعبين التونسي والسوري الشقيقين والنأي بالبلاد عن صراعات المحاور الإقليمية. شدد أيضا في بيانه الصحفي اللي تم نشره النهاردة على أنه سيعمل على استعادة الأمن الاجتماعي ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة ومكافحة الإرهاب بالتنسيق الوثيق مع القوات الحاملة للسلاح والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية التونسية. أيضا الزبيدي كما نعلم يمتلك حظوظ كبيرة لخلافة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي الذي توفي في 25 يوليو الماضي. وأخيرا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الثلاثاء عن قبول 26 ملف للترشح للرئاسة من مجمل 97 ملف تم تقديمهم في الفترة الممتدة من 2 وحتى 9 من أغسطس الجاري. ننتقل إلى خبر آخر، وفي خطوة من شأنها تعقيد مساعي استئناف المحادثات بين المفاوضين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول مستقبل برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية والصواريخ البالستية، أعلن المتحدث باسم جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى على الأقل بيوم الجمعة، وذلك بعد قليل من وصف بيونغ يانغ لرئيس كوريا الجنوبية بأنه سليط
وتعهدها بانهاء المحادثات بين الكوريتين. في هذا الشان احتجت كوريا الشماليه على تدريبات عسكريه مشتركه بتجريها كوريا الجنوبيه والولايات المتحده، وانطلقت الاسبوع الماضي ووصفتها بانها تدريب على الحرب، واطلقت في الاسابيع الماضيه عددا من الصواريخ المتوسطه المدى. في هذا الشأن قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان لها أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين جديدين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي صباح اليوم. دي كانت أهم الأخبار أيضا اللي تم تداولها على مدار اليوم. خلينا نروح دلوقتي إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل سنعود معكم في الفقرة الحوارية اليوم للحديث عن مدينة العلمين الجديدة، ابقوا معنا. بحضراتكم مرة أخرى في هذا البرنامج من شائعات وحقائق. مدينة العلمين الجديدة من المشروعات القومية الكبرى والمهمة لعملية التنمية الشاملة اللي بتنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات وعلى مختلف المحاور، لتثبت للعالم أن مصر تسابق الزمن لاستعادة مجدها ورونقها. فعلى مساحة تقدر ب 48 ألف فدان تم إنشاء المدينة، واللي بتستهدف فقط أو لا تستهدف فقط تنمية الساحل الشمالي سياحيا، بل أيضا بوصفها مجتمع سكني متكامل دائم بيجذب 4 مليون مواطن لتخفيف التكدس السكاني عن المدن المزدحمة، ومنارة ثقافية ومركز للتجارة والأعمال. على كل حال المزيد من النقاش حول قضية النهاردة بيسعدني استضافة الدكتور علي الإدريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور علي أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بك. مدينة العلمين الجديدة زي ما احنا عارفين بتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، زي العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل طبعا المدن السياحية في مصر. كيف تقيم هذا المشروع يا فندم؟ احنا كان عندنا يمكن مشكلة في استغلال الموارد المتاحة لدينا. احنا عندنا منطقة واحدة من أفضل المناطق على مستوى العالم، بنتكلم من حيث قربها من العاصمة، بنتكلم على منطقة ازاي ان هي بتتمتع بجو معتدل في معظم شهور السنة، ازاي ان احنا بنتكلم عن منطقة قريبة من الساحل. دي كلها يمكن كانت مزايا كتيرة جدا، للأسف احنا ما كناش بنقدر ان احنا نستغل هذه المنطقة الاستغلال الأمثل. ازاي ان الدولة فكرت ان هي تستغل منطقة الساحل الشمالي على مدار العام، ازاي ان يبقى الإقامة والاستغلال دوت ما يبقاش على مدار الشهرين او التلاتة بس اللي هم بتوع الصيف، لكن لا، ازاي ان انا اقدر استغلها في فترة الصيف وفترة الشتاء. هو ده كان مهم جدا بالنسبة لنا، ازاي ان زي ما حضرتك يمكن تفضلتي وقلتي في بداية كلامك ان انا اقدر استوعب اكتر من 3 ل 4 مليون نسمة، وده جزء مهم. وازاي ان يبقى كمان ال 4 مليون نسمة دول في حالة اقامة دائمة، يعني بمعنى ان الناس هناك تعيش وتشتغل واولادها تتعلم في مدارس وجامعات، ويبقى في مستشفيات ويبقى في كل الخدمات اللي هو محتاجها. هو ده الجزء المهم جدا. مشكلة المنطقة ديت في الفترات السابقة ان ما كانش بتبقى كل الخدمات موجوده، وبالتالي كان بيبقى من الصعب على اي مواطن ان يبقى في حاله اقامه دائمه. المواطن دايما بيبقى محتاج ان كل الخدمات تبقى قدامه علشان يقدر ان هو يستمر باقامته وينقل اسرته وحياته كلها لهذه المنطقه. الدوله ابتدت تتحرك كده اهوت. يمكن الناس كتير كانت فاكره في بدايه الامر ان المشروع دوت هو مشروع سياحي فقط، وده بعيد تماما عن الحقيقه. الحقيقه بتقول لا، احنا بنتكلم على مشروع متكامل، ازاي نبقى في جزء مرتبط بالسياحه، وده جزء مهم جدا، لان احنا دايما بنعتبر ان السياحه واحده من اهم المصادر الدولاريه للاقتصاد المصري، واللي بنعول عليها الكثير في تحقيق وتوفير فرص العمل للمصريين وزياده الناتج المحلي الاجمالي وغيرها من هذه العوائد. فبالتالي طبعا المشروع في جزء منه مرتبط بالسياحه، وجزء اخر مرتبط بالتنميه، وجزء اخر مرتبط بتوفير خدمات مستمره. وازاي كمان ان موضوع التنميه دوت ما يوقفش بس او ينتهي عند منطقه الساحل الشمالي، لا، ازاي ان هي كمان
تمتد لمحافظات اخرى زي مطروح على سبيل المثال، ازاي ان يبقى في امتداد لعمليه التنميه، وازاي ان كمان كتير من المصريين يبتدوا ينقلوا حياتهم لهذه المناطق. هو ده الجزء المهم جدا. العلمين يمكن واحده من اهم المدن التاريخيه اللي احنا يمكن كان علاقتنا او معلوماتنا عنها مرتبطه بالحرب العالميه الثانيه ومخلفات الحرب وخلافه، ازاي ان هي تتحول بعد كده لمدينه عالميه تقدر ان هي تستقبل عديد من الاستثمارات، سواء من جانب القطاع الخاص والمستثمرين المحليين او حتى من جانب المستثمرين الاجانب. طيب دكتور علي، ساعود اليك مره اخرى للحديث بشكل اكبر على ان يمكن العالمين الجديده من الممكن ان تكون نواه لمدينه كامله، او دعني اقول محافظه لمدينه كامله، بس خليني اذا سمحت نستعرض هذا العرض المعلوماتي عن مدينه العالمين الجديده بشكل اقرب. اتفضل. البلاد بتتبني بالعمل والجهد والعرق، واحنا بنحاول نسابق الزمن عشان نحقق. حضرتك يا فندم مرة أخرى، زي ما احنا شفنا العرض يمكن تصميم هائل للمدينة ورائع، أبراج يمكن حضرتك ذكرت في البداية أبراج معمولة على تصميم خارجي زي ما بيقولوا مدن الجيل الرابع. عايزين نتكلم أكتر عن تصميم المدينة، يمكن حضرتك كنت ذكرت أن أنت يمكن شفتها فعلا من قريب، من يومين بالزبط. فعلا شفتها على أرض الواقع،
وخلينا نقول برضو ان الجميل ان الواحد حتى ما بيشوف المدينه على ارض الواقع ويشوف حجم الانجاز اللي بيتحقق بسرعه خياليه بيبقى فخور ان احنا كتير كنا فعلا بنامل ان ازاي نستغل المنطقه دي استغلال افضل، وابتدينا نشوف ان الدوله فعلا ابتدت تتحرك بالشكل ده. وخليني كمان اقول حاجه، الدوله كمان ابتدت تتحرك وتستفيد من خبرات القطاع الخاص. القطاع الخاص قدر ان هو يحقق نجاحات وارباح كبيره جدا من المنطقه دي. الدوله ابتدت تتحرك وابتدت تستفيد من الخبرات اللي موجوده في القطاع الخاص، شايفين التصميم ازاي الروعه اللي موجوده، استفاده بشكل واضح من المنطقه، ازاي ان انا اعمل كمان الخدمات ديت واقدر انافس كمان الاسعار الخاصه بالقطاع الخاص، وده جزء مهم جدا لان برضه خلينا نقول القطاع الخاص وده حقه ان هو بيسعى لتعظيم ارباحه بشكل مستمر وده حقه المشروع، لكن الدوله ازاي ان هي تقدر تخش كمنافس، تقدر تنافس في موضوع الاسعار ديت، تقدر ان هي توفر العديد من الوحدات الفندقيه والوحدات السكنيه بنفس الجوده لكن بسعر يكون اقل بعض الشيء، يقدر ان هو يخلق حاله من حالات التنافس اللي في النهايه تبقى لصالح المواطن المصري، وفي نفس الوقت يبقى بنفس المستوى اللي هو بيأمله واللي هو ممكن يلاقيه في القطاع الخاص، ده جزء مهم جدا. صحيح. شايفين كمان واحنا يمكن كنا بنقول على ازاي ان المدينه هتبقى من مدن الجيل الرابع، مدن الجيل الرابع يعني بتتمتع بعديد من المزايا اللي ممكن تكون موجوده مرتبطه باللاندسكيب اللي موجود في المدينه، بنتكلم على الطاقه المتجدده اللي يتم الاستفاده منها، المساحات الخضراء دي غيرها من المزايا اللي دايما بتبقى موجوده، يعني دايما كان الاجيال الثاني والثالث في المدن مرتبط بان هي عماير تقليديه ويمكن الباركنج او الجراج بيبقى موجود وخلافه من هذه الامور التقليديه، لا دلوقتي بقت المدن الجيل الرابع لابد ان يبقى فيها مساحات خضراء ولابد ان يبقى فيه متوفر عديد وعديد من الخدمات بحيث ان فعلا تبقى المدينه دي مدينه متكامله. صحيح. وهو دوت اللي يمكن القطاع العام او الدوله ابتدت تتحرك عليه، وشايفين ان فعلا فارق بشكل واضح ازاي حجم التصميم وروعه التصميم، واللي ابتدت كمان تجذب استثمارات اجنبيه واستثمارات من جانب القطاع الخاص اللي ابتدى يخش ويشارك مع الدوله، وابتدينا نشوف كمان ونقرا الاتفاقيات المرتبطه بانشاء مدينه ترفيهيه في مدينه العالمين، بنتكلم على مدينه ترفيهيه على مساحه ما يقوم من حوالي 5000 فدان، بنتكلم على مدينه هتقدر توفر الاف من فرص العمل يمكن ما يقوم من حوالي 40,000 فرصه عمل للمصريين، وده جزء مهم. صحيح. جدا مرتبط ان ما تبقاش الاستثمارات كلها متوجهة من جانب القطاع العام من جانب الدولة، لا محتاجين أكيد مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية مرتبطة ب مش مدينة العالمين بس، طبعا مرتبطة بكافة المدن. طيب أنا كنت عايزة أتكلم في النقطة دي تحديدا يا فندم، يمكن إحنا أكدنا ويمكن حضرتك كمان ذكرت في البداية إن مدينة العالمين الجديدة لن تكون مقصد سياحي فقط ولكن هي كمان ستكون مجمع سكني. عايزين نعرف حضرتك إزاي هذا من الممكن أن يتحقق على أرض الواقع، وكيف أيضا ستسهم في تنمية الساحل الشمالي وجعلها أيضا يعني مجمع سكني ليس مزار سياحي فقط. استهداف أن احنا نبقى في إنشاء لمستشفيات ومدارس والجامعات والمصانع اللي ابتدت تبقى موجودة، كل دوت هيبتدي أن هو يحرك فعلا عملية التنمية المستدامة. فكرة ان الأسرة خلاص تلاقي كل الخدمات بتاعتها، ده جزء مهم جدا من الموجود. للأسف احنا كان الفترات الماضية واللي كانت يمكن بتخلي كتير من المواطنين يعني بيبتعدوا تماما عن فكرة الإقامة الدائمة، لانه لو بيتكلم على علاج فهو بيضطر ان هو ينزل بأسرته للعاصمه مره اخرى عشان يتلقى العلاج المناسب، لو هو عاوز فكره التعليم، فكره التعليم الجامعي وخلافه من هذه الامور بيضطر لازم ان هو يبقى موجود في العاصمه، لكن فكره ان انا اوفر الخدمات دي كلها هيخليها نرجع لل المدينة اللي احنا فيها مدينة 6 اكتوبر. هي مدينة 6 اكتوبر في البداية ما كانش فيها اي خدمات خالص، وبالتالي ما كانش اي اسرة بتفكر ان هي تبقى موجودة فيها وان هي تعيش فيها اقامة، لكن لما مدينة زي مدينة 6 اكتوبر على سبيل المثال اتوفر فيها الجامعات والمدارس والمستشفيات وخلافه من هذه الخدمات، خلاص بقدر ان انا الاسرة تبتدي ان هي تعيش، وكمان
هنلاقي بقى خلاص بقى في استثمارات من جانب القطاع الخاص، بنشوف اسعار المدينه كمان بتبتدي ازاي ان هي تتضاعف وازاي ان هي تبتدي تجذب استثمارات عديده جدا سواء محليه او اجنبيه. هو دوت اللي احنا كمان بنعمل ان هو يبقى موجود في مدينه العالمين، لكن ما كانش هيحصل لوحده، لازم كانت الدوله تبتدي ان هي تبدا، ولازم كانت توفر البنيه التحتيه. البنيه التحتيه دي اللي اتوفرت متمثله في طريق الساحل، ازاي ان هو اتغير تماما طريق مصر اسكندريه الصحراوي اتغير ازاي للافضل، طريق العالمين ذات نفسه دلوقتي يمكن الناس اللي بتسافر من حوالي 10 سنين و15 سنه كانت عارفه الطريق دوت مدى صعوبته، يعني يعني انا كنا بنسوق كتير على الطريق دوت كان فعلا خطر جدا، دلوقتي الطريق لا يعني اتغير بشكل تام، توفير للطاقه ومصادر الطاقه، وده كان جزء مهم جدا ابتدت الدوله تتحرك عليه من ضمن مشروعاتها القوميه اللي اكيد خدمت مدينة العالمين وبتبتدي كمان تخدم باقي الساحل الشمالي. نعم. طيب دكتور علي، خلينا برضو نتكلم على الخدمات اللي موجودة في مدينة العالمين. من المقرر ان يتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة لربط العاصمة الادارية الجديدة بمدينة العالمين بطول كما هو مذكور نحو 540 كيلومتر. كيف سيسهم ذلك الربط يا فندم في استثمار او استمرار جهود التنمية في المدينة الجديدة؟ الدولة بتحاول ان المدن الجديدة ما تبقاش جزء منعزل، بتحاول ان هي دايما تربطها ما بينها وما بين العاصمه، وعلى فكره كتير من الدول بتتحرك بالمفهوم دوت، يعني الدول اللي سبقتنا شويه لما بتعوز تستثمر في مدينه جديده دايما بيفكر ازاي ان هو يربطها ما بينها وبين العاصمه، لان خلينا برضه نبقى منطقيين، لما اسره تبتدي ان هي تنتقل لمدينه العالمين وتبقى في حاله اقامه دايما، هو لا اكيد في جذور مرتبطه بالعاصمه، في علاقات اسريه وصداقات وخلاف مرتبطه بالعاصمه، لازم يبقى في حركه نقل، او خلينا نقول ان في حتى وظائف معينه هو ما قدرش ان هو ينفصل عنها وخلاف. فهنشوف ان ازاي يبقى في وسائل نقل متطوره زي القطار الكهربي اللي يقدر يربط ما بين مدينه العالمين، وكمان شايفين ازاي ان هو كمان عاصمه الاداريه الجديده ان هو يتم كمان ربطها ب 6 اكتوبر، يعني زي ان انا ابتدي اربط المدن الجديده دي بعضها بعض بالعاصمه، ده جزء كان مهم جدا، لان توفير خدمات النقل والمواصلات ديت اكيد من ضمن اهم الخدمات اللي المواطن بيطلبها علشان يقدر ان هو يتوفر له فعلا الحياه، لان برضه المواطن بيسال نفسه طيب انا دلوقتي لما هاجي اشتري وحده سكنيه في مدينه العالمين، طيب انا لو عاوز اروح العاصمه الاداريه او عاوز اروح 6 اكتوبر او عاوز اروح لقلب القاهره، طيب ايه الاتجاهات اللي طب انا مش متوفر معايا سياره، ايه البدائل؟ هل الدوله موفره البدائل ديت ولا؟ فخلينا نقول كمان ان يمكن الخطه الموضوع هي خطه مجتمعه الاركان بحيث ان فعلا تقدر تخدم مواطن مصري وتعجل من فعلا توفير سبل الراحه ليه، لان احنا كان عندنا برضه مشكله للاسف ان احنا كنا بنعمل حاجه وكان بيبقى في بعض النقاط اللي للاسف يمكن ما كناش بنتداركها، وده اللي كان بيصعب الامور، لكن دلوقتي انا شايف ان المشاركه مع القطاع الخاص وفرت كتير من الخبرات اللي قدرنا فعلا نعتمد عليها، وقدرنا كمان ان احنا في النهايه لما نطلع بشكل نهائي يبقى فعلا يفيد المواطن المصري. يمكن في نقطه ايضا عايزين نركز عليها يا فندم، وهو السرعه في الانجاز، يعني مدينه بهذه المرافق بهذا الحجم 48,000 فدان تقريبا او 50 وتم انجازها في هذا الوقت القصير وستكون جاهزه للاستلام في 2020 زي ما حضرتك ذكرت في البدايه، عايزين نركز على هذه النقطه، سرعه الانجاز يا فندم. خلينا نقول ان سرعه الانجاز دي مرتبطه بالمتابعه والجدول الزمني، وازاي ان احنا عندنا كمان مش سرعه انجاز وجوده انجاز، وده صحيح. جزء مهم، لان احنا سرعه الانجاز دي كان ممكن ان هي تبقى موجوده، لكن جوده الانجاز دي احنا كان عندنا مشكله فيها، والطرق في مصر تشهد على الكلام دوت، احنا للاسف كنا بنعمل الطريق ونرجع نصينه بعديها بسنه واقل كمان من سنه، ودي كانت مشكله، لكن دلوقتي احنا بنشوف انجاز وبنشوف جوده الانجاز دوت، والطريق الخاص يعني احنا بنتكلم عن مدينه العالمين، خلينا نتكلم على طريق اسكندريه القاهره اسكندريه الصحراوي، وازاي جوده الطريق دوت لغايه دلوقتي بعد افتتاحه بقت ازاي بالشكل وبالامان، وازاي ان قدر ان يساهم في خفض معدلات الحوادث على الطريق دوت طريق العالمين. فبالتالي المتابعه، والمتابعه طبعا الرئاسيه على راس هذه المتابعه متابعه رئيس الوزراء، اللي شايفين كمان بقى في اجتماع لمجلس الوزراء كل فتره في مدينه العالمين، ده اعتقد ان كمان ابتدى يبقى في نوع من انواع الحرص الشديد من جانب الدوله على تنفيذ مشروع
قومي هيقدر ان هو يفيد المواطن، يقدر يفيد الاقتصاد المصري. ما هو في النهايه دي استثمارات هتخش للدوله، فرص عمل بتتوفر. ما هو الناس اللي بتعمل مدينه ديت العمال دول عمال مصريين، مهندسين موجودين دول مهندسين مصريين، ازاي نقدر ان انا اوفر فرص عمل؟ ازاي ان انا دلوقتي بتكلم على معدلات البطاله اللي ابتدت تنخفض. لسه امبارح او امس كان يمكن جهاز مركز التعبئه العامه والاحصاء اعلن ان انخفاض معدلات البطاله 7.5%. احنا كان عندنا معدلات البطاله كانت للاسف بتتخطى 13%، فبالتالي لما معدلات البطاله تنخفض، واحد من اهم اسباب انخفاض معدلات البطاله هو المدن الجديده والمشروعات القوميه اللي الدوله بتتحرك عليها. وكمان الميزه في حاجه ان المدن ديت تضمن لي استمراريه انخفاض معدلات البطاله، ان فرص العمل ديت ما تبقاش فرص عمل مؤقته طبعا. لا احنا بنتكلم على فرص عمل تكون مستدامه. طيب دكتور علي، برضو يمكن ذكرنا ان هذه المدينه من الممكن ان تكون نواه لمدن اخرى، او خليني اقول زي تشبيه بسيط انها عاصمه لدوله اخرى. أكيد. خلاص، فعايزه اعرف من حضرتك مدى اهميه وجود هذه المدينه لوجود مدن اخرى من الممكن ان تكون مدينه العالمين الجديده نواه لهذه المدن. خليني اخد من كلام حضرتك ونطلق عليها العاصمه الثالثه، لان فعلا المكان مكان استراتيجي جدا، يقدر ان هو يخدم عديد وعديد من المدن المجاوره، يقدر كمان ان هو يمتد هذا الاستثمار والتنميه لمحافظه زي محافظه مطروح اللي يمكن المسافه ليست بعيده عن مدينه العالمين، تقدر ازاي ان احنا نعظم الاستثمارات اللي تبقى موجوده فيها. جزء مهم جدا هيقدر ان هو يخدم على كافه المدن. وخليني برضه أقول على حاجة، إحنا ما بنتكلم حتى على مدينة زي العاصمة الإدارية الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة قدرت إن هي تستفيد منها كافة المدن المجاورة ليها، وقدرت إن هي فعلاً تستفيد وتحقق كتير من الاستثمارات، حتى أسعار متر الأرض في المدن المجاورة للعاصمة الإدارية الجديدة ارتفعت بسبب الخدمات اللي توفرت. وهو ده اللي بيحصل، وهو دوت اللي الدولة بتبتدي تتحرك عليه، يعني خلينا نقول إن الاستفادة مش في مدينة العالمين، لكن كل المدن اللي حواليها بتقدر إن هي تستفيد من هذه الخدمات، زي بالظبط لما حد بيبتدي يعمل جامعة أو ينشئ جامعة في منطقة معينة على سبيل المثال، بيتعمل جنبها وحدات سكنية للطلبة طبعا. وبيتعمل جنبها سناتر تصوير وخلافه من الخدمات اللي الطلبة بتحتاجها فبالتالي هي نفس الفكرة، ازاي ان المدينة بقت موجودة فيها كل الخدمات تقدر ان هي تخدم المدن المجاورة، وتبتدي كمان المهم بالنسبة لنا ان هي تبقى في فرص استثمارية أكبر، يبتدي القطاع الخاص يدخل فيها. هو ده الجزء المهم، وازاي ان احنا كمان عن طريق المدينة دي ببتدي ان انا أروج لفرص صحيح. استثمارية أخرى إن شاء الله. طب خلينا نتكلم بقى عن قطاع الاقتصاد كقطاع يتم استهدافه من الشائعات بشكل كبير. يعني يمكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذا الأسبوع قال إن نسبة الشائعات اللي استهدفت القطاع الاقتصادي تمثلت في 15% او جت في المركز الثالث بحسب تقرير مجلس الوزراء لعام 2018. لماذا في رايك يا فندم وما خطوره استهداف القطاع الاقتصادي بهذه الشائعات؟ الاقتصاد دايما من القطاعات او المجالات اللي خلينا نقول دايما بتبقى خلينا نقول دايما مليء بالشائعات، جزء مرتبط عن طريق ان بيبقى فيه بعض الناس اللي بتحاول ان هي تقلل من الانجازات او النجاحات اللي بتتحقق، ده جزء. جزء تاني لما بيكون برضه حد للاسف مش متخصص او حد مش ممارس بشكل واضح للمجال الاقتصادي، ممكن يكون في معلومه مغلوطه للاسف بيتم استغلالها وبيتم تروجها، دي مشكلتين احنا بنعاني منهم. لكن في النهايه ان يكون عندي مركز بقيمه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، قناة محترمة زي اكسترا نيوز تبتدي ان هي تعرض في برنامجها ازاي ان في حقائق تقدر ترد بيها على الشائعات، ده جزء مهم جدا، لان طبعا. المواطن بيبقى محتاج زي ما حد بيقول له الشائعات، محتاج ان يلاقي رد ويلاقي التكذيب ويلاقي كمان كلام علمي يقدر ان هو يرد بيه. دايما الاقتصاد خلينا نقول ان كل واحد بيشوف المعلومة من وجهة نظر، يعني لما بنتكلم على يمكن كنت لسه بتكلم قبل الهوا مع احد الزملاء على فكره الدين على سبيل المثال، هو انت عاوز تشوف الدين كرقم مطلق ولا عاوز تشوفه كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي؟ لو عاوز تشوفه كده ده شكل وطريقه واتجاه انت عاوز تتكلم بيه، ولو انت عاوز تشوفه كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي ده جزء تاني. لو انت عاوز تشوف الديون كقيمه وتم ازاي توجيه هذه الديون في الشكل والمضمون الاستثماري، اول اللي انت عاوز تشوفها ان هي اتوجهت نحو ذلك. وبالتالي هي الفكره كلها مرتبطه بازاي ان انا اعرض المعلومه وان انا ارد على الشائعات في اسرع وقت وبدليل علمي، ما يبقاش حتى رد مطلق وخلاص.
طيب ايضا فيما يتعلق بالشائعات، يمكن كان دور جماعه الاخوان الارهابيه واجهزه الاستخبارات المعاديه للدوله استهدفت بشكل كبير جدا في الفتره الماضيه المشروعات القوميه اللي بتقوم بتنفيذها الدوله عبر بعض المعلومات الاقتصاديه المغلوطه اللي بتقوم بنشرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فده طبعا بيعمل على اثاره غضب الشباب. تعليقك يا فندم. المفروض ان الشباب، يعني خلينا نقول برضه ان احنا في وسط منطقة ملتهبة إنجاز التعبير، احنا شايفين كتير من الدول اللي حوالينا للأسف الدول العربية فيها حالة من حالات عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني وعديد من المشاكل، الوضع الاقتصادي العالمي في كتير من التحديات اللي ما زالت مستمرة. فكرة إن أنا أكون براوج الإشعاعات ديت أو إن أنا بمشي وراها، خلينا نقول إن احنا عندنا مؤشرات اقتصادية هي الفيصل، لا تجامل أحد، لا تجامل مسؤول ولا تجامل مواطن، هي في النهايه تحسن. التحسن ده بتعبر عنه مؤشرات اقتصاديه، مش معنى كمان التحسن ده ان احنا وصلنا لكل اللي احنا بنأمله، بالعكس ده رئيس الجمهوريه في كل حديث ليه بيأكد ازاي ان احنا مازال امامنا تحديات وان احنا محتاجين نعمل مبادرات متطابقه بحياه كريمه ومبادره لتكافل وكرامه، ومحتاجين ازاي ان احنا نتحد مع بعض علشان نواجه مشكله الفقر، ازاي ان احنا عاوزين نقلل معدات الدين. فاحنا بنتكلم عن الايجابيات وبنتكلم عن سلبياتنا، احنا مش محتاجين ان احنا نخبي حاجه. عندنا رئيس جمهوريه بيتكلم بمنتهى الشفافيه، عندنا حكومه بقت بتتكلم بمنتهى الشفافيه، بتسمع راي وراي الاخر، وهو ده الجزء المهم. فانا مش محتاج ان انا اخبي حاجه علشان حد تاني يكشف ان احنا مخبي، لا بالعكس الموضوع مرتبط ان حتى رئيس الجمهوريه بيتكلم وبيتحدث بمنتهى الشفافيه، وبيتكلم عن مشاكلنا بمنتهى البساطه، وبيقول ازاي نحل، وبيسمع من الشباب وبيسمع من جميع الاطراف والمسؤولين وبيسمع من القطاع الخاص ازاي نقدر نعالج المشاكل بتاعتنا دي. وعلى فكره مصر تستحق الافضل من ذلك، ومصر بتتحرك، لكن احنا مش عاوزين ننسى ان احنا كنا من 8 سنين ولا من 7 سنين طبعا كنا في وضع لا نحصد عليه، وكان عندنا مشاكل. يعني خلينا اقول احنا يعني ما كانش في دوله خالص في الثلاث سنين، احنا ما كانش عندنا اي مؤسسات، وكان الوضع الاقتصادي من أسوأ ما يكون، الوضع السياسي والوضع الامني كذلك. يمكن الشائعات فقط بتستهدف القطاعات الناجحه في الدوله، يعني استهداف مشاريع قوميه، استهداف الاقتصاد بهذا الكم من الشائعات، ده معناها او بيؤكد على نجاح خطه الحكومه للبرنامج الاقتصادي البرنامج الصحي الاقتصادي والنجاحات اللي اتحققت على المستوى الاقتصادي ككل. دايما حتى الدولة رئيس الجمهورية كل المتخصصين بيأكدوا ان وعي المواطن المصري وطنيته هي اللي ساهمت وساعدت فعلا على انجاز ذلك طبعا. لان ما كانش هيقدر يتحقق لوحده. احنا شايفين دولة زي فرنسا واحدة من اهم الاقتصادات على مستوى العالم، بس لما الدولة فكرت عندهم ان هي ترفع الضرايب على المحروقات، ازاي ان الدولة يعني حصل فيها كتير من المشاكل وانفلات الامن وخلافه، لا المواطن قدر ان هو يتحمل. يتحمل ليه؟ لانه المواطن المصري برضه شاف ان في 2011 2012 2013 وضع الاقتصاد المصري كان عامل ازاي، وضع مؤسسات الدولة كانت ازاي. فبالتالي لا احنا دلوقتي شايفين انجازات بتبقى موجوده. ما هو الطريق اللي بيتعمل دوت، ما هو اللي ماشي عليه مواطن مصري وهو شايف ازاي معدلات الامان بقت موجوده، ازاي ان شايف مدن جديده ابتدت تبقى موجوده، كل دوت ما هو اتحقق على ارض الواقع، وتحقق كل دي حاجات ملموسه تكلفه بالفعل. المواطن بتاعها. فبالتالي فكره ان يبقى في اشاعات ويبقى في مؤامرات ويبقى في حرب ضد الاقتصاد المصري، خلينا نقول ان قدر الدوله ديت على فكره من الاف السنين ان هي تبقى يعني دايما للاسف الشديد محل من العداء من جانب العديد والعديد من الدول والافراد، لكن الحمد لله ربنا حافظ الدوله ديت وقدرت ان هي فعلا تعدي مراحل صعبه جدا جدا في التاريخ. والفتره من 2011 2013 كانت فتره صعبه جدا، تحملنا التكلفه الاقتصاديه والامنيه ليها السنين اللي فاتت، لكن الحمد لله احنا بنيجي 2019 بالسنوات الماضية لا الوضع اتحسن جدا. الوضع الاقتصادي حتى بشكل عام وكمستوى مؤشرات، دايما حتى المواطن بيبص على المؤشرات الاقتصادية بيبص على مؤشرين مهمين جدا، معدلات البطالة ومعدلات التضخم. الاسعار قلت ولا لا؟ البطاله اتوفرت فرص عمل في الاقتصاد ولا لا؟ الاثنين دولت ابتدوا فعلا يتحسنوا، ابتدينا نشوف رقم احادي. بنتكلم على بطاله زي ما انا قلت لحضرتك يمكن 7.5%، احنا كنا الاول اكتر من 13%، معدلات التضخم ابتدينا نشوف 8%، ده كلها تحسن بشكل واضح. طيب هل احنا راضيين عند الارقام دي؟ لا،
الدولة بتستهدف ازاي ان هي توفر في العام المالي الحالي اكتر من 700,000 فرصة عمل، ازاي بتستهدف ان هي تخفض معدلات التضخم لاكتر من كده. طب الدولة اتحركت في ايه؟ ابتدت تزود في الانتاج، ابتدت توفر كتير من مؤسساتها السلع الاستراتيجية والغذائية باسعار اقل من اسعار القطاع الخاص، ابتدت تتحرك اتجاه الصناعة، ابتدت تتحرك اتجاه الزراعة، ما يبقاش الاعتماد بس على قطاع التشييد والبناء او الاعتماد بس على قطاع السياحة، ابتدى يبقى في تنوع في الاقتصاد ومصادر الدخل بتاعته. هو دوت اللي الدولة بتحرك عليه، لكن مش عاوزين نبقى رقم واحد شايفين الامور بالنظارة السوداء ان احنا ما بنعملش حاجة، ولا احنا نبقى مستعجلين بالشكل ان نسينا ان احنا كنا خارجين من ازمة او مجموعة ازمات امنية وسياسية واقتصادية، وما نبقاش برضه مستعجلين في ظل ان انا شايف اقتصاد عالمي في حرب تجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، تباطؤ في معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، مشاكل في منطقة اليورو وغيرها وغيرها من المشاكل بتأثر على الاقتصاد العالمي، وابقى انا بعتبر نفسي ان الاقتصاد المصري ده في معزل عن ما يحدث في العالم. لا طبعا احنا هو جزء طبعاً من هذا. طبعا لازم يعني المواطن المصري يحس بالفخر ان مع كل هذه المشاكل اللي بتدور في الاقتصاد العالمي او في الدول العربية، طبعا احنا بنتكلم عن دول عربية فيها الكثير من المشاكل بالزبط. والحروب على اراضيها، ومصر بتعمل على انشاء مشروعات قومية جديدة، بنشوف اقتصاد او برنامج اقتصادي ناجح، ايضا خطة تعليمية مشت فيها الحكومة في الفترة الماضية، صحة، تأمين صحي شامل بيتم تنفيذه في هذه الأوقات، وايضا تم لمسه على ارض الواقع بجانب محاربة الارهاب، بجانب طبعا محاربة الارهاب. يعني احنا كل اللي حضرتك ذكرتيه دوت، لكن احنا بنحارب برضه الارهاب، ومحاربة الارهاب ديت برضه عشان يبقى السادة المشاهدين معنا، ده بتكلفة طبعا. محاربة الارهاب ديت تكلفة، وتكلفة كبيرة، سواء من جانب ارواح المصريين والشهداء اللي بيضحوا بانفسهم، ده جزء، وايضا في تكلفه ماديه الدوله بتتكلف، وبالتالي ده جزء برضه بيصعب جدا عمليه الانجاز اللي بيتحقق. لكن الحمد لله يمكن المصريين عندهم من القدره والرغبه اللي ادى ان هي تتخطى كافه التحديات. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، كنت ضيفي في هذه الفقره الحواريه من شائعات وحقائق، الدكتور علي الادريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، شكرا جدا لحضرتك، وكل عام وحضرتك بالف خير. وحضرتك طيب والصحه والسلامه. مشاهدينا انا بشكركم ايضا على حسن المتابعه لهذه الحلقه من شائعات وحقائق، كنت معكم فيها نانسي نور، الى اللقاء.